السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. حسن شاكوش وحمو بيكا. حمو بيكا يا جماعة طلع في فيديو امبارح، الفيديو اللي انا رفعته امبارح كان في حتت من اجزاء حمو بيكا وهو بيتكلم، جالي عليه كوبي سترايك، يعني كوبي سترايك، انا يعني امسح الفيديو فمسحت الفيديو، دلوقتي هتكلم عن الموضوع من غير ما احط فيديو لحمو بيكا وهو بيتكلم. المهم يا جماعه، الناس اللي شافت الفيديو او اللي ما شافتش الفيديو بتاع حمو بيكا كان طالع في لايف امبارح وادى جامد في حسن شاكوش، رزع له، لو هو شاكوش فحمو بيكا مرزبة. المهم يعني وقعد يقول تاريخي وتاريخي مش عارف سوري، ولو عندك اغنيه جايب 84 مليون انا عندي تراك جايب 200 مليون، وفعلا حمو بيكا عنده تراك جايب 200 مليون، مش تراك يعني مهرجان عشان الناس بتاع الراب ما تزعلش مننا. وقعد يقول له هجيب لك الكاميرات عندي في الاستوديو بتسجل ومسجلك وانت قاعد هنا كده، عمال يشاور كده على ركن كده وانت قاعد على الارض مستنيني مش عارف ايه، هزقه جامد يعني. طبعا حسن شاكوش مستنيين حسن شاكوش يرد النهارده، الفيديو كان امبارح بالليل يعني ما فاتش عليه كام ساعه. و طبعا برضو عمر كمال شد امبارح، طلع في اليوم السابع تقريبا ولا فيتو، و بمناسبه فيتو صحيح حمو بيكا شتم جريده فيتو وشتم الناس اللي في فيتو مش كلهم طبعا، وقعد يقول لهم انتوا بتطلعوا عليا اشاعات، انتوا بتطلعوا على الراجل اشاعات ليه؟ هو الراجل نايس اشاعات. المهم يعني وقال لك حمو بيكا قال لك انا كده كده هعمل الحفله في امريكا، والصحفي اللي في فيتو اللي طلع اشاعات على حمو بيكا كان عايزه ياكل عند الحاجه والدته، وهو حمو بيكا ما بياكلش عند حد، بيخاف لحد يكون حاطط له عمل في الاكل ولا سم ولا ما تفهمش، فكر انه فار. المهم يعني ترند يا جماعه ولازم اتكلم عنه عشان محتاج مشاهدات، القناه واقعه خالص. بس كده لو عجبك الفيديو او ما عجبكش يا ريت لايك شير سبسكرايب، لايك لو عجبك، ديسلايك لو ما عجبكش، شير لو عجبك، مش شير لو ما عجبكش كده يعني. بس يلا سلام.